احنا في حفل تكريم بعض جامعات وبعض الرياضيين اللي ربما البرنامج نتاعهم تحضيرات بحر الارض المتوسط ما تسمحهمش باش يوم 14 يكونوا معنا في حفل تكريم. نجم نقول لك الموسم الرياضي وللجمعيات والمسؤولين اللي ساهموا في نجاح الموسم هذا، ونقول نعتبره ما ناجح باعتبار انه كل البطولات وفات وكملت على خير مهما كل اللي عشناه، لكن هذا ايجابي وظرف حساس في البلاد، لكن الرياضه قاعت متالقه وقاعت معناها بارزه وقاعت معناها نجم نقول لك الناس تشتغل والناس مهتمه، وهذا يرجع الفضل للمسؤولين على الجمعيات وعلى الجامعات والاخرين الكل ان شاء الله معناها الرياضيين اللي كانوا معناها الحقيقه متالقين. سيد الوزير، انت راضي على المردود نتاع الرياضيين التوانسه في الموسم هذايا؟ بطبيعه الحال رغم المشاكل الموجودة حاليا في البلاد، لكن أنا أقول الرياضة تشق في طريقها، الرياضة يقدم مستوى جيد، الفرق نتاعنا تقريبا في رياضات الجمعية تحسها ألقاب الكل العربية والإفريقية، في الرياضات الفردية شفنا رغم احنا عندنا شبان تحصلوا على العديد من الميداليات، ولهذا نقول احنا السنة هذه سنة هامة، سنة تشجعنا باش نخدموا أكثر وباش نعطيو إمكانيات أكثر للفرق نتاعنا والرياضيين نتاعنا، ولهذا نقول انا راضي كل الرضا على ما انجزوه الرياضيين نتاعنا طوال السنه هذه. سحر، شنو رايك في التكريم اليوم من قبل السيد الوزير؟ تشجعنا باش نترينيو بالبي ونتحسن ان شاء الله ونعملوا ايفور بي. هذا مش غريب على سي طارق اللي الناس الكل تعرفوا في كرة القدم، ولكن هو مغروم برشا بكرة اليد ولعب كرة اليد، وين التجأنا له لقيناه واقف معنا، وين طرحنا له اشكال رياضي الا ودخل بطريقه معناتها حلوه، كان معنا واقف معنا في بطولة العالم. مش غريب كما قلت على سي طارق، هذايا احنا منتخبنا منتخب عالمي اليوم في صفوه المنتخبات في العالم تقريبا في العشر الاوائل. من بين الجامعات اللي تكرمت الجامعه التونسيه لرفع اثقال، هذا يعود الى التالق الرياضيه غاده حسين في بطوله العالم وسطيات اللي صارت في البيرو وتحصلت على 3 ميداليات برونزيه. كارم بن هنيه كذلك تحصل على المرتبه الرابعه. تعتبر الحركه هذه اللي قامت بها وزاره الشباب والرياضه تحفيز وحافز للرياضيين ان شاء الله اللي باش يشاركوا عن قريب في الالعاب المتوسطيه مارسين 2013. اجواء باهيه برشا، تشوف الناس الكل فرحانه، تعرف الرياضي ما يتحرك كي يبدا يجيبوا مليان، الحمد لله السيد الوزير اليوم عبالهم يجيبهم. بالنسبه للمصارعين جاء في معنا في وقته التكريم هذا، خاصه العناصر نتاعنا يسافروا تاريخ 19 البحر الابيض المتوسط للالعاب هذايا، وما ما يكون الدعم هذايا كان يعطيهم شحنه باش يلعبوا معنا بقلايب اكثر ويكونوا متالقين ان شاء الله. أبار الشحنة المعنوية فما زاد شحنة مادية. مادية أكيد، السيد الوزير معناها أعطاهم معناها منح بالنسبة للتتويج البطولة الإفريقية الأخرى، وإن شاء الله المنح هذه تقويهم. المنح من 3 لـ5 ملايين. والتكريم هذا جاء في وقته برشا لخاطر قبل الرحيل إلى العاب البحر المتوسط في مرسين، باش يكون حافز كبير للرياضيين باش يكونوا معناتها متوجين في هذه الألعاب. كما قلت لك معناتها راهو المادة بالنسبة للألعاب الفردية مهمة ياسر. وعن الرياضيين الفرديين نتاعنا معناتها تنقصهم الماده، واحنا ما نكذبش عليك ملي خذيت رئاسه الجامعه السيد الوزير الشباب والرياضه يدعم برشا في الرياضات الفرديه. العاب البحر الابيض المتوسط هذه كما قلت محطه، ليس هدفنا، هدفنا هو بطوله العالم والجوز الاولمبيك، لان دخلنا في سيكل جديد مرحله جديده. 2012 كانت العاب اولمبيه، عندنا 4 سنين باش نحضروا العاب اولمبيه القادمه، ولهذا اعتمدنا على الشبان وعديد الجامعات وعديد المدربين رقم عديد من الشبان، ولهذا اعتقد ان العاب البحر الابيض المتوسط ما هي الا محطه، لان اذا مش نعتمدوا على الميداليات ماناش باش ننجحوا. مش معقول تطلب من شاب عنده سنه في المنتخب باش تقول له على ميداليه. احنا نرحبوا بالميداليات، واحنا قلت في بسكالا تحصلنا على العديد من الميداليات، لكن ما لقينا حد في الالعاب الاولمبيه. وهذا مش معقول. هل انه التكريمات هذه حقيقه تعاون الرياضيين هذوما معناتها تدزهم القدام بلغة السبور، ولا قاعده جوست بروتوكولات؟ والله هو سؤال وجيه. هذا التكريم اليوم مثلا في دعم مالي استثنائي لبعض الجامعات، وليت هذاك وعلاش؟ الخاطر الجامعات هذه ربما تفتقر بعض الدعم المالي، وزاد باش يعطيو منح استثنائيه للاعبين المتالقين، لكن يظهر لي كل انسان لعب الرياضه جواب سهل، راهو اي تكريم رياضي خاصه خارج اطار الملعب زاد عنده نكهته الخاصه.